قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة تفقدية إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش ومستشفى العريش العام ومعبر رفح البري ونقطة الخدمات الإنسانية. من جانبه ثمن رئيس لجنة الإشراف على برنامج الطوارئ بالمنظمة وليد عمار ثمن الدور الذي تقوم به مصر في تذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجودنا هنا هو لتقييم الوضع وتقييم أداء مختلف الجهات المعنية بالموضوع ورفع تقرير إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية وإلى الهيئة العامة لمنظمة الصحة العالمية للوقوف عند المصاعب التي تواجه جميع الفرقاء في تأدية هذه المهمة. وطبعا هذه المهمة تقوم بها بشكل رئيسي منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة حكومة مصر والصليب الأحمر المصري. WHO and the United Nations, we are very concerned that polio has returned to Gaza. منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة تقوم بالتعامل مع وباء شلل الأطفال بعد القضاء عليه منذ 25 سنة بسبب ظروف العدوان الإسرائيلي على غزة. وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل في وسط غزة ثم الجنوب والشمال، وقد تم تطعيم 87,000 حالة في أول يوم ومستهدف 640,000 حالة تطعيم.